أشرف ربما الآن هو من الملفات البارزة على الساحة العراقية، ما الذي فعلتموه أنتم بخصوص حماية اللاجئين الإيرانيين الموجودين في هذا المخيم؟ جئت على موضوع أيضا موجع كما هي المواضيع الأخرى اللي تخص المعتقلين والخدمات وغيرها. الموجع فيه أنني من الصعب أن أتخيل أنني كعربي أو كعراقي أرى ظلما يحصل على أشخاص لاجئين. إحنا بالعرب نقول عليه دخيل. الدخيل من واجب العشيرة ومن واجب المجتمع ومن واجب الدولة أن تحميه. هؤلاء ناس الدولة دعتهم في يوم من الأيام وجاءوا إلى هنا واستقروا في صحراء قاحلة لا يوجد فيها لا ماء ولا كلى، وعملوا من هذه المنطقة اللي عايشين بها واحة خضراء بإمكانياتهم جنينة وعاشوا فيها. اليوم هم موجودين في صحراء ومسيجة منطقتهم ومحاطون بأجهزة أجهزة أمن وأجهزة عسكرية ولا يوجد منهم أي أذى محتمل ممكن أن يصير وهم مزوعي السلاح. نعم، على ذكر دكتور يعني صالح المطلق، على ذكر منزوعي السلاح، هم لا يملكون أي سلاح في مواجهة القوات العراقية التي تقوم بمهاجمتهم بين الفينة والأخرى. فقط لنتابع هذه اللقطات التي جاءت من هناك تحديدا من مخيم أشرف، ثم نعود لنتابع معا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا من جديد في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، وأرحب مرة أخرى بالدكتور صالح المطلق. إذن دكتور، تابعت يعني هذه المشاهد من مخيم أشرف، أشرت بأنهم عزل، يعني بمصداقية دكتور، هل ترى بأنك تتحمل جزء من المسؤولية جراء ما يتعرض له اللاجئون في هذا المخيم؟ نعم، أنا أتحمل جزء من المسؤولية لأني في موقع المسؤولية. نعم. في بلد تحصل فيه مجزرة من هذا النوع تسيء إلى سمعة البلاد في الداخل وفي الخارج، وأتحمل مسؤولية أيضا كوني عربي وكوني عراقي، وأجد أنه ما حصل لا يتناسب لا مع سمعة العراق ولا مع تاريخ العراق ولا مع حضارة العراق ولا مع الالتزامات القانونية التي وقع عليها العراق. نعم. العراق موقع على اتفاقيات تحظر هذه الأعمال
بشكل تام، والعراق في هذه الأعمال قد يتعرض إلى انتقاد كبير، وربما إلى تحمل مسؤولية نوعا ما. وأيضا الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل وهم عراقيون ربما يعني أيضا يتعرضوا إلى شيء ما حد يتمنى أن يكون لعراقي. لكن أنا أيضا في نفس الوقت ما أتمنى أن أشوف عراقي يسوق بدبابة ويدعس إنسان واقف أمامه وهو أعزل فقط يريد أن يقول له لا تدخل. هذا المشهد أنا ما ممكن يعني ما أستطيع. وتحديدا في هذا المشهد دكتور صالح المطلق، يعني كيف سيبدو وضع العراق بالنسبة للمجتمع الدولي؟ نظرة المجتمع الدولي باتجاه العراق كيف ستبدو؟ أنا أعتقد أن هناك من دفع بالسيد المالكي شخصيا وبالحكومة وبالأجهزة إلى موقف من هذا النوع لغرض إضعاف العراق، لغرض أن يتحمل العراق مسؤولية هو في غنى عنها. إذا كنا نتكلم عن قطعة أرض في داخل العراق قسم منها عقود زراعية وهي المنطقة غير زراعية بالمناسبة، فإحنا الانتهاك الموجود اليوم على العراق موجود من إيران وموجود من الكويت وموجود من تركيا وموجود من يعني معظم جيراننا، فهذا هو يعني هناك الانتهاك الحقيقي. أما أن نأتي ونزج أنفسنا بقضية تعرض سمعتنا وتعرض وضعنا الدولي إلى هزة كبيرة في ظل ظرف المفروض احنا ماشيين كل امكانياتنا لإعطاء اعمار وتهيئة اعمار وخدمات للعراقيين، بدل ان نذهب وندخل في معركة كل الذي ستؤدي اليه هو ان تشوه وجه العراق الحضاري والانساني امام المجتمع الدولي. بهذه المناسبة تفضل. انت قلتي تتحمل مسؤولية، انا اقول انا اتحمل مسؤولية نعم، لاني جزء من هذه الحكومة. وهذه المزرعة حصلت في ظل حكومة انا جزء منها. لكن انا كانت لدي وجهة نظر طرحتها، لكن للأسف الاخوان ما استمعوا لها بالحكومة، ان دعونا نشكل لجنة تقصي حقائق لكي نعرف هل أن ما قالته الأجهزة في الحكومة صحيح أم ما قاله مجاهدي خلق صحيح. وبعد أيضا بشكل موازي نشكل لجنة للتفاهم مع الأمم المتحدة ومع المنظمة ومع المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل إنساني لهذا الموضوع يخلصنا إحنا كعراقيين من الموضوع وبطريقة حضارية وإنسانية تتناسب مع المواثيق الدولية. ما حد استمع وما حد قابل أن يسمع إلى هذا الموضوع، بل اختار الطريق اللي لماذا هذا الملف دكتور، يعني تحديدا ملف مخيم أشرف واللاجئين في هذا المخيم، يعني هل هو يستحق هذا القدر من تسليط الضوء عليه من قبل الحكومة العراقية ومهاجمة اللاجئين فيه على حساب بقية الملفات، ملف المعتقلين، ملف الخدمات، ملف الفساد المالي والإداري، لماذا هذا الملف تحديدا؟ أنا أعتقد أكو ضغوطات خارجية أدت إلى ما حصل. وأنا متألم أنه إحنا نستجيب إلى ضغوطات خارجية للقيام بعمل من هذا النوع، وأتمنى على كل إخواني في كل المستويات أن يعالج الموضوع بحكمة تحفظ سيادة العراق وفي نفس الوقت لا تسيء إلى سمعة العراق، وأيضا تحفظ أرواح البشر العزل اللي مجردين من كل سلاح، وحتى هم الغذاء اللي حصلوا عليه والمي اللي حصلوا عليه هو بفلوسهم مو من عندنا، وبالتالي هو ماكو إيداع اليوم صار للعراق. هذه مع الأسف أجندة خارجية فرضت على العراق وصار اللي صار. اللي صار مؤلم، لكن المؤلم أكثر إذا ما أخذنا من عنده درس وبدينا نفكر بطريقة سليمة لكيفية التعامل مع هذا الملف.
هذا الملف هو لا يخص حزب معين ولا يخص كتلة معينة، يخص الكتل السياسية كلها المشتركة بالحكومة، وبالتالي يجب أن تكون هناك لجنة محايدة مستقلة تحقق بما جرى وأيضا تجد حل. والأمم المتحدة عليها مسؤولية، والحكومة عليها مسؤولية، والولايات المتحدة الأمريكية عليها مسؤولية كبيرة، والاتحاد الأوروبي عليه مسؤولية. تعالوا خلنا نتعاون ونجد حل لهذا الموضوع بدل أن تشق الأرواح بهذه الطريقة. نعم. من أشوف نعم. خطأ كبير يحصل مثل الخطأ اللي شفتيه قبل شوية أنبه عليه وحاول أتدخل، لكن هناك من أراد أن يخلق من هذه المشكلة اللي تكلمنا عليها قبل شوية، مشكلة معسكر أشرف، شق كبير بين السياسيين، وهذا مخطط خارجي مو داخلي. مع الأسف القسم مشى عليه. احنا تعاملنا مع الموضوع في أنه لا نعطي فرصة للآخرين، لأن هناك من شوه صورة هؤلاء الناس بالإعلام، والإعلام قاسي، ظلمهم. وأنا والله تحدثت مع عسكر برتب عالية اشتغلوا معهم سابقا وفي مناطق مختلفة، وتحدثت مع عراقيين ومع مسؤولين، لم أجد ادعاء واحد من الادعاءات اللي ادعوها عليهم كان صحيح. لكن مع الأسف يعني قسم من أبناء شعبنا يعني الإعلام أثر عليهم وبدأوا يصدقون بما يقال. أنا عرفتهم وعرفت أخلاقياتهم وأعرف أنه هذا الموضوع مو بثوبهم. نعم. إذن